هاتف الفنان البحريني الخليجي المعروف خالد الشيخ. ربما قلة أيضا من العالم العربي تعرف بأن الفنان الكبير خالد الشيخ هو أيضا فنان ملتزم، فنان جاء من القاعدة الكادحة في هذا المجتمع العربي ومن البحرين. سيدي مساء الخير. لا شك بأن الخليج هو أيضا جزء أساسي من الأمة العربية ومن الوطن العربي، هو أيضا تفاعل مع ما يحصل في لبنان، ولا شك بأننا سمعنا أيضا صرخة الفنانين في شف الخليج في أكثر من بلد خليجي عزيز وحبيب. تفضل سيدي، ماذا تقول وحول العدوان الإسرائيلي على لبنان وحول قضية دور الفنانين في المرحلة المقبلة؟ تفضل أستاذ خالد. السلام عليكم ومرحبا بضيوفك أستاذ غسان، سعيد بالاتصال بي، وطلعت على أو بالأحرى استمعت إلى حديث الإخوان اللي شاركوا معك. بودي أن أحيي جميع الإخوان المشاركين وجميع الجماهير الملتفة حواليكم، وأنا رح أعقب على شيء بسيط بس أتمنى أني أنا أستطيع أن أعبر عنه بطريقة يعني توصل للجميع. هي انه اليوم مش الفنان فقط الملتزم وغير الملتزم، اليوم الانسان، وانا اقول لك من الخليج اتكلم عن انه قطاعات كبيرة من الشعوب في منطقة الخليج تشعر بالألم الكبير وتشعر بالحزن العميق، وهناك حالة استنفار كبيرة في الشارع لتقديم اي شيء يستطيعوا ان يقدموه. ولكني أريد أن أهنئ بمناسبة الحديث عن الفن والأغنية العربية، أريد أن أهنئ قادة أوركستر حزب الله اللي بيعزفوا أحلى الأغاني هالأيام، صحيح مكلفة، صحيح دموية، صحيح باهظة، ولكن أنا باعتقادي أنه ما يعزف في الجنوب يستطيع أن يعني يعبر تمام التعبير عنا جميعا، سواء كنا فنانين أو أناس عاديين. وأشد على أيديهم وأتمنى إن شاء الله أن يكون لبنان بجميع طوائفه حاضن في هذه المرحلة لهذه المقاومة الرائعة الباسلة، وإن شاء الله راح يستطيع هذا البلد أن يضمد بالحب وبالالتفاف وبالمساندة اللي راح يتلقاها من جميع الناس اللي بحبوه، راح يضمد هذه الجراح. وإن شاء الله راح نسمع باستمرار عن أنه هالبلد اللي سطر الكرامة في زمن لا توجد فيه كرامة، راح تكون لبنان دائما عنوان لكرامة هالإنسان الممزق في العالم العربي. شكرا لك فنان خالد الشيخ على هذه المشاركة. أستاذ صلاح سعدني، أنت تعلم جيد